العراقي والحكومة العراقية الحالية تحت البند السابع، وتحاول أن تنقل الصورة العراقية إلى العالم صورة رديئة، باعتبار أن السيد المالكي لا زال متمسكا بالحكومة العراقية، وباعتبار الائتلاف الوطني لم يقوم بأي أدوار. هذه كلها مرفوضة طبعا جملة وتفصيلا. الأمور باتت واضحة، والشارع العراقي بدأ يفهم ويترجم الحالة السياسية الموجودة. لغة التهديد نحن قلنا مرارا وسوف نذكرها أيضا مرارا، مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن هذه اللغة إن دلت تدل على رجوعنا إلى الأعوام السابقة، أعوام القتل والتهديد وسفك الدماء، وهذا إن دل يدل على الحزب الواحد الذي كان يقود العراق على مر أكثر من 35 عاما، فهذا الحزب مرفوض أيضا. ولذلك يجب على القوائم الأساسية الاثنان إذا صح التعبير، الائتلاف الوطني ودولة القانون، أن يعجلوا في تشكيل حكومة وأن يتوكلوا على الله، وأن لا يهمهم أي لغة تهديد، لأنهم واضحون في الشارع العراقي، والشارع العراقي يقول لهم مبارك لكم هذا. طيب سيد انتفاض قنبر، يعني حتى ننهي مسألة تصريحات الشخصيات القائمة العراقية في هذا البرنامج، فقط أسمع منك تعليق على ما جاء على لسان صالح المطلق ويهدد به بأن القائمة العراقية ستذهب إلى أبعد ما ممكن أو إلى أبعد المديات من أجل الحصول على حقها في تشكيل الحكومة كما يقول. وكذلك هناك تصريح أيضا من سلمان الجميلي يدعو إلى إسقاط الحكومة الحالية، كما يعني يدعو المجتمع الدولي والولايات المتحدة، يقول هناك حاجة وضرورة لإسقاط الحكومة الحالية كما تم إسقاط صدام حسين. يعني أسمع تعليق منك حول هذا الموضوع حتى ننهي هذا الملف وملف تصريحات القائمة العراقية. أخبرني أحد الأصدقاء أنه كان هناك مجموعة من الباحثين في إحدى العواصم العربية الذين قالوا وتوعدوا إن لم نستطع تشكيل حكومة من خلال القائمة العراقية فإننا سنطلب تدخل القوات الأمريكية، هذا ما قالوه بالحرف الواحد ونقل إليه بأمانة كاملة. هذا يدلل على اليأس الذي يحل بهؤلاء الناس، وهم نفس الناس الذين يقولون منافقين أننا ضد الاحتلال وضد إنهاء الاحتلال في العراق، وهم يروعون الناس ويستخدمون الإرهاب بحجة محاربة الاحتلال، ولكنهم في نفس الوقت يقتلون الأطفال والنساء والعزل والمدنيين، ولا يقتلون المحتل بل يرهبون الناس لكي يشعروا بأنهم إما أن يحكموا هؤلاء الناس العراقيين وأما أن يستعبدوهم أو يقتلوهم. ولذلك رأينا هذه العنجهية في التصرف، وهذه العنجهية في التفكير، ونرى أن كلما مارست الدولة العراقية القانون بشكل لائق قاموا هؤلاء الناس بانتقاد لاذع للدولة العراقية والاستنجاد بالأجنبي والاستنجاد بالمحتل والاستنجاد بالدول العربية التي كلنا نعلم أن هذه الدول لا تريد الخير للشعب العراقي ولمصلحة العراق، ولا تريد للديمقراطية أن تنتشر، لأنها دول تسودها الدكتاتوريات وليس فيها حتى دساتير معترف بها لا داخليا ولا دوليا. وعليه نجدهم يحاولون انتقاء الأسباب لانتقاد الحكومة العراقية والدولة العراقية. لا أقول أننا لم نقم بأخطاء، بل أن الحكومة العراقية والدولة العراقية قائم هناك الكثير من الأخطاء التي مورست، لكن أي عراقي اليوم باستطاعته أن ينتقد أي شخص كان في أي مكان يريد، في أي شارع، في أي مقهى، في أي محطة تلفزيون، من رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الدولة. وهذا شيء نفتخر به، ونفتخر أننا نتكلم عن أخطائنا ونتكلم عن عيوبنا بشكل مفتوح ولا نخاف من ذلك. لذلك نجد أن هؤلاء الناس، وأكرر يجب أن أذكر أن هيئة المساءلة والعدالة قامت بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية بخصوص اتهامات خطيرة بشأن الدكتور صالح المطلق وتورطه في أعمال خطيرة جدا وعلاقته بمنظمات ممنوعة وخطيرة جدا. هذه المسائل يجب أن تراعى، ويجب أن لا ننسى أننا يجب أن نستعمل القانون بصرامة ضد هؤلاء الناس لكي نؤسس لدولة عراقية ذات مستقبل زاهر.
طيب أستاذ خالد الأسدي، البعض يقول أن القائمة العراقية وخشية منها في من اكتشاف حجم التزوير الكبير الذي حصل في الانتخابات الأخيرة، وحضرتك أشرت إلى هذا الموضوع، بدأت هذه الحملة، حملة التدويل والتصريحات النارية للتأثير على مجريات هذه العملية، عملية إعادة العدوى الفرز واستباق منها لأي قادم قد لا يكون في صالحها. هل فعلا أنت أيضا تقرأ هذا المشهد بهذه الطريقة؟ يعني هو لا شك أن هناك قلق من موضوع إعادة العدوى الفرز، ولكن بتقديري هذا القلق هو مبالغ فيه. ما يهمنا من موضوعة العدوى الفرز أن العملية الانتخابية تحظى بأبعد مدى من الشفافية والنزاهة. وجود طعن أو شك بالانتخابات وبنتائج الانتخابات راح يرافق هذه العملية ويقدح في مصداقيتها وشرعيتها إلى أبعد مدى. وبالتالي احنا نعتقد ان الطعن اللي قدمناه ليس من اجل ان نحصل على مقعد او مقعدين اضافيين، وانما نريد ان نطمئن ان صوت الناخب العراقي فعلا في مكانه، وانه لم يتم التلاعب بإرادة الشعب العراقي. لدينا أدلة كثيرة قدمناها للهيئة التمييزية للانتخابات، وقد طلعت على هذه الأدلة وقررت إعادة العدوى الفرز. لذلك أكو مبالغة في التعامل مع هذا الموضوع. ربما القائمة العراقية قلقة، وربما آخرين أيضا قلقون، ولكن احنا نعتقد مهما كانت النتائج فإنها لن تغير من قرارنا في دولة القانون وكذلك في الائتلاف الوطني، في أننا سوف نشكل حكومة شراكة وطنية تشترك بها جميع مكونات الشعب العراقي. طيب لكن أستاذ خالد الأسدي، يعني هذا الموضوع كما تعلم أثار حفيظة كثير من أقطاب العراقية. عدنان الدنبوس يقول إن التوتر السياسي الذي يشهده العراق سببه إصرار ائتلاف دولة القانون. هو يتهمكم في ائتلاف دولة القانون بأنكم بسبب تمسككم بالسلطة، طبعا حسب ما هو يقول، أدخلتم البلاد في هذه الحالة من الفوضى السياسية. نحن متمسكون بصوت الناخب العراقي وبنجاح العملية الديمقراطية في البلد والعملية السياسية. مثل ما تعرفون هذه العملية بنيت على أشلاء ودماء أبناء شعبنا، ولا يمكن أن نفرط بهذه التجربة الوطنية الديمقراطية تحت أي ضغط وتحت أي ظرف من الظروف. لذلك أصررنا على ضرورة إعادة العدوى الفرز لما نمتلك من أدلة قوية، ولم توافق الهيئة التمييزية إلا بعد حصولها أو اطلاعها على الأدلة القاطعة على وجود خلل في العملية الانتخابية. لذلك احنا نعتقد أن العملية الطعون وإظهار النتائج فيما بعد هي جزء من العملية الانتخابية، والدستور أشار إلى إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات، وإحنا في دولة القانون مارسنا حقنا الدستوري، كما أن كثير من القوائم قدمت أكثر من 72 كتلة وقائمة انتخابية قدمت طعونا إلى المفوضية فيما يتعلق إلى الهيئة التمييزية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات. ولسنا الوحيدين الذين قدموا طعون، إلا أن الأدلة التي قدمناها كانت دقيقة وواسعة جدا، مما دفع الهيئة التمييزية لاتخاذ قرار بإعادة العدوى الفرز. وعلى كل حال احنا نعتقد هذه العملية هي ليست مستهدفة لأحد، ولا تريد أن نأخذ أصوات من أحد، إنما ما نهدف إليه أن العملية تكون أكثر شفافية وأكثر اطمئنان.